بالمزيد معنا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جاسم الشمري. مرحبا بكم أستاذ جاسم إلى هذه النشرة الإخبارية الجولة الإخبارية. مفوضية الانتخابات قالت بأن هناك عزوف كبير عن تحديث سجلات الناخبين لا سيما في المدن المدمرة. لماذا لم تقنع الدعاية الحكومية المواطنين بالمشاركة بالانتخابات هذه المرة؟ نعم، شكرا لكم. أهلا بكم. الحقيقة القضية قضية أفعال وليست قضية دعاية انتخابية أو حكومية، وبالتالي المواطن سواء في الموصل أو الأنبار أو غيرها من المدن المدمرة لم يجد أي دور حقيقي من قبل الحكومة في إعادة الإعمار كما وعدت حكومة بغداد إلى هذه المدن، وبالتالي هذا الأمر هو الذي قاد إلى عدم تحديث المواطن العراقي وبالذات في الموصل البطاقة الانتخابية. هنالك حديث أن نسبة التحديث في مدينة الموصل بلغت 3% فقط. نعم. ومعلوم أن هذه النسبة هي نسبة لا تعد قياسا بسكان مدينة الموصل، وهذا يؤكد أن المواطن العراقي مقتنع تماما أن هؤلاء لا يمكن أن يأتوا بشيء جديد لصالحه، وهم يعني هذا العزوف هو شيء طبيعي نتيجة الأداء السيء للبرلمانات السابقة وآخرها البرلمان الحالي. يعني دكتور جاسم، في السياق ذاته النائب عن نينوى عبد الباري زيباري قال بأن بعض المرشحين يسعون ربما لشراء أصوات النازحين، ما الغرض من هذه الممارسات وما دلالات هذه الممارسات؟ طبعا هذه أولا نحن نتحدث عن ظاهرة لا أخلاقية بغض النظر عن موقف من مشاركة في العملية السياسية، نحن نتحدث عن ظاهرة غير أخلاقية بسبب أن بعض المرشحين يستغلون حاجة المواطن في الأنبار وديالة والموصل وغيرها من المدن من أجل شراء أصوات هؤلاء المواطنين الفقراء، وهذا أمر حقيقة لا يمكن أن يعول على نائب يمكن أن يخدم الشعب وهو نائب يشتري ذمم الآخرين بمال مؤكد أنه مال مستورد وليس من المال العراقي. هذه القضية حقيقة مؤشر خطير تؤكد أن المال السياسي دخل إلى اللعبة وهو بالحقيقة مال أجنبي. هنالك حديث عن شراء البطاقة الانتخابية ب1000 دولار أو 2000 دولار أمريكي، ومعلوم أن هذا المبلغ هو مبلغ كبير في الساحة العراقية. وبالمقابل هنالك كلام عن شراء الأصوات مقابل بطانية أو حتى ربما مقابل دجاجة مشوية من قبل بعض النواب. نعم، حافظ المختلف أيضا المختلف أيضا أن بعض النواب وصل التناحر بينهم، وهذا ما حدث في ديالة يوم أمس. رئيسة إحدى الكتل المعروفة في ديالة قامت بمحو اسم أحد النواب المشاركين معها وإضافة نائب جديد معها مقابل مبلغ 60,000 دولار. إذن القضية هي قضية متاجرة سواء بين النواب أنفسهم والمرشحين أو مع المواطن العراقي المغلوب على أمره. نعم، محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي كشف عن مخطط لضرب بعض مكونات نينوى انتخابيا، يعني ما الغرض من هذا المخطط ومن يقف وراءه؟ هذا التناحر موجود، ربما ستشهد الأيام القادمة عمليات اغتيال، وربما تشهد الأيام القادمة عمليات تسقيط من قبل مفوضية الانتخابات أو ربما من قبل المحاكم الموجودة المرتهنة للقرار الرسمي في بغداد. إذن القضية هي داخل ضمن إطار اللعبة السياسية في العراق، ومع هذا الأمر متوقع. نحن نتوقع أن تكون هنالك عمليات تصفيات جسدية، ربما هنالك تسقيط إعلامي، وهذا كل هذا الأمر متوقع خلال الأيام ربما خلال أسبوعين من الآن، لأن العملية الدعائية لم تبدأ بشكل واضح في العراق حتى الآن. معلوم أن الانتخابات هي بعد قرابة أقل من الشهر، ربما خلال أسبوع أو 10 أيام تبدأ عمليات التسقيط وعمليات الاغتيال بين الكثير من الكتل المشاركة في العملية السياسية. نعم، ائتلاف الوطنية قال بأن إجراءات هيئة المساءلة والعدالة تؤكد استمرار منهج الطائفية والإقصاء. يعني إذا كانت الحكومة مستمرة بهذا المنهج، هل هناك جدوى من الدخول في الانتخابات؟
القضية أن هنالك تركيز من قبل بعض الأطراف الفاعلة في المشهد العراقي على إنشاء حكومة الأكثرية أو الأغلبية السياسية، وهذا الأمر حقيقة متوقع أن يكون في المرحلة المقبلة. وأظن أن المشهد السياسي على الرغم من ادعاء بعض السياسيين عدم وجود نفس طائفي في اللعبة السياسية، لكن أظن أن الأمر واضح، وربما سنشهد في المرحلة القادمة ظهور حكومة جديدة هي حكومة الأغلبية السياسية بعيدا عن التوافقات، وهذا يعني أن العراق سيكون رهينة لطائفة معينة من العراقيين، ومعنى ذلك أن العملية السياسية برمتها قد نحرت، وأن ما يتغنون به من ديمقراطية قد ذهب إلى 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 حيث لا رجعة. نعم دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي العراقي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.